مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الصيني المال والعمال. أنا بيلي وأحييكم من بكين. مع دخول اشتراكية ذات خصائص الصينية عصرا جديدا، انتقل الاقتصاد الصيني من مرحلة نمو سريع إلى مرحلة تنمية عالية للجودة، وهذا ما أكده الرئيس الشي في تقريره أمام المؤتمر الوطني 19 لحزب الشيوعي الصيني، إذ يعد تطبيق فكرة تمويل جديدة وبناء منظومة اقتصاد الحديثة مطالبا أساسيا وهدفا استراتيجيا لتنمية اقتصادية. فإلى أين يتجه النمو الصيني؟ وما هي التوقعات بشأن أفاق اقتصاد الصيني؟ لمزيد من التفاصيل تابعوا حلقتنا اليوم في برنامج الصيني المال والأعمال. الاقتصاد الصيني انتقل من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التنمية عالية الجودة، هذا ما أعلنه الرئيس شي جين بين الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في تقريره أمام المؤتمر الوطني 19 للحزب. وأصبحت التنمية عالية الجودة هي الكلمة الرئيسية في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في ديسمبر الماضي. ويتطلب ذلك أن تركز جميع مفاهيم التنمية والسياسات الاقتصادية وتحسين تنظيم الاقتصاد الكلي على التنمية عالية الجودة، وذلك لتعزيز وضع الاقتصاد الصيني وتحقيق نتائج أفضل. طرح الأمين العام شي جين بين في تقرير المؤتمر الوطني 19 رؤيته بشأن ضرورة تنفيذ استراتيجية الإحياء الريفي، وهي أحد المجالات الرئيسية لتطوير الاقتصاد الحديث. وأوضح مؤتمر العمل الريفي المركزي أن تنفيذ استراتيجية الإحياء الريفي هي الأداة الرئيسية لحل المشاكل التي تواجه الزراعة والريف والمزارعين مع دخول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عصرا جديدا. 农业社会化的扶持制，完了让现代农业的技术装备能够覆盖小规模生产的农户，要去推动农村的这个一二三产业融合发展，发展农村新产业、新业态，给农民创造更多的就业机会来增加收入。 وفي عام 2018 ستؤدي الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض في الصناعة الزراعية إلى تحسين نوعية العرض، وسيجري توسيع عدد المقاطعات التجريبية في إصلاح حقوق الملكية الريفية إلى 300 مقاطعة. وفي إطار الأهداف والتدابير الملموسة لاستراتيجية الإحياء الريفي، تحرز المناطق الزراعية والريفية في الصين تقدما نحو التحديث. ويعد العام الحالي هو العام الأول لتنفيذ المهام الرئيسية التي حددها المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني، ومن المتوقع أن يصبح نقطة انطلاق جديدة لنمو الاقتصاد الصيني. 我预计的话，大概经济的增长速度可以在6%到6.5%这么一个区间。更重要的是，这个中国经济的结构的调整，应该能够取得更大的成效。宏观经济的发展上，我们可能会看到新技术的利用会在越来越大的程度上推动中国经济的发展，包括大数据技术的应用，包括人工智能技术的发展。 ويرى الخبراء أن اقتصاد الصين يتمتع بقوة دفع جيدة، والتحدي الرئيسي هو أن الهيكل الاقتصادي لا يزال غير كامل، بما في ذلك انخفاض نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نسبة الاعتماد على الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار العقاري، ولا يزال هناك مجال للمزيد لإعادة الهيكلة. 我们经济环境相对比较好，那么我们是不是可以考虑利用这个相对比较好的环境来加大调节构的力度？这调节构就包括增加这个消费在 GDP 中的比重，通过各种手段来达到这个目的。另外呢
更优化我们投资的结构，希望民间的市场驱动的投资，效率比较高的投资能占比较大的比重。مرحبا من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم يسرنا كثيرا أن نستضيف في استوديو أستاذ الدسوقي عبد الحميد خبير الشؤون الاقتصادية لمناقشة معنا حول أداء الاقتصاد الصيني في عام الجديد. أهلا وسهلا أستاذ الدسوقي، مرحبا بكم في برنامج الصيني المال والعمال. شكرا جزيلا. وكل عام أنتم بخير في خلول عام الجديد. شكرا جزيلا. نعم، وأيضا نعلم أن عقد في نهاية يعني ديسمبر الماضي مؤتمر عمل ريفي المركزي، فيعني ما هي يعني أهم نتائج لهذا المؤتمر، وأيضا كيف تناول استراتيجية النخوض بريف حسب رأيكم؟ نعم، هو هذا المؤتمر يعني تناول أهم المهام والأهداف الخاصة باستراتيجية النهوض بالريف التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بين في تقريره الذي ألقاه في المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي. هذه الاستراتيجية يعني تقول أنه يجب على الصين بحلول عام 2035 أن تكون قد حققت تقدم حاسم على صعيد يعني التحديث الأساسي للزراعة والمناطق الريفية في الصين. كذلك تقول أنه هذا في المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية. المرحلة الثانية بحلول عام 2050 يجب أن تكون المناطق الريفية في الصين تكون مناطق تتمتع بنظام زراعة قوي، وأيضا تتمتع ببيئة ريفية جميلة، وأيضا يكون الفلاحون الذين يعيشون في هذه المناطق يتمتعون بعيش رغيد ويتمتعون أيضا بالثراء في خلال حتى عام 2050. في الحقيقة يعني خلال المؤتمر يعني من أهم نتائجه أنه أطلق قرار أو اتخذ قرارا يعني أنه يجب على الصين أيضا بحلول عام 2020 أن تكون يعني الصين قد يعني حققت تقدم كبير جدا في وضع إطار مؤسسي ونظام للسياسات الخاصة بتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع. إذن أمام الصين عامين تقريبا، يعني عام 2018 وعام 2019 لوضع السياسات الخاصة بهذه الاستراتيجية حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع خلال العقود القادمة. أيضا من أهم نتائج هذا المؤتمر أنه حدد الفجوة بين المناطق الريفية وبين المناطق الحضرية، وأيضا دعا إلى ضرورة جسر هذه الفجوة وردم هذه الفجوة. أيضا المؤتمر العمل الريفي دعا إلى تحقيق التكامل بين التنمية في الريف وبين التنمية في المناطق الحضرية. كذلك دعا إلى تحقيق التنمية بين الصناعات الأولى والثانية والثالثة في المناطق الريفية، يعني بمعنى أن المناطق الريفية لن تركز فقط على الزراعة، بل يجب أن يكون هناك تكامل بين الزراعة في المناطق الريفية وكذلك بين الصناعة وبين الخدمات في المناطق الريفية. هذا المؤتمر أيضا منح أولوية للقطاع الريفي على صعيد يعني اختيار الكوادر، يجب أن يكون هناك كوادر ذات كفاءة عالية تتوجه إلى الريف للعمل في هذا القطاع. كذلك أيضا على صعيد تخصيص الدعم المالي، القطاع الريفي بات له الأولوية في الدعم المالي. كذلك أيضا على صعيد الخدمات يعني من البنية التحتية وهكذا، أيضا هذا المؤتمر منح الأولوية للقطاع الريفي للحصول على كل هذه الامتيازات. كذلك أيضا دعا المؤتمر إلى تشجيع الفلاحين وتوسيع قنوات زيادة دخلهم وتقليل الأعباء الملقاة على عاتقهم. فتعتبر يعني هذه أهم نتائج هذا المؤتمر. وطبعا يعني نعتبر هذا المؤتمر له أهمية كبيرة. فبالنسبة إلى استراتيجية مذكورة سابقة، فما هي يعني أهميات هذه الاستراتيجية؟ استراتيجية النهوض بالريف تعتبر من يعني الاستراتيجيات الهامة
هامة جدا وتعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحديث الاقتصاد الصيني في العصر الجديد الذي تحدث عنه الرئيس الصيني شي جين بين في تقريره أيضا أمام المؤتمر الوطني 19. هذه الاستراتيجية ستعزز الأمن الغذائي للصين باعتبارها أكبر دولة يعني ذات كثافة سكانية في العالم، وهذا مهم جدا بالنسبة للصين. كذلك أيضا هذه الاستراتيجية ستساعد أيضا في حل التناقض الذي بدت يعاني منه المجتمع الصيني. في الماضي كان المجتمع الصيني يعاني من التناقض بين التطلع إلى حياة جميلة وهكذا وبين الإنتاج الاجتماعي المتخلف، لكن الآن بات التناقض في المجتمع الصيني بين تطلع الصينيين إلى حياة جميلة وبين التنمية غير المتوازنة وغير الكافية في المجتمع الصيني. كذلك أيضا هذه الاستراتيجية ستساعد الصين على يعني تحقيق الأهدافين المئويين للصين، فالصين تنشد بحلول عام 2020 تحقيق يعني مجتمع رغيد العيش في شتى الجوانب على نحو معتدل، وأيضا بحلول عام 2050 تحقيق الحلم الصيني والنهوض العظيم والنهوض الكبير للأمة الصينية بتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات. أيضا هذه الاستراتيجية ستساعد القطاع الريفي في التغلب على التحديات التي كانت تواجهه أو التي تواجهه في الوقت الحالي، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الأيدي العاملة وأيضا النقص في الموارد من المياه والأراضي وهكذا. هذه الاستراتيجية ستساعد القطاع الريفي على التغلب على هذه التحديات. كذلك أيضا يعني هذه الاستراتيجية ستساعد أيضا القطاع الريفي في تعزيز دخول المزارعين والفلاحين بما يعزز استهلاكهم ويساعد في تحفيز الاقتصاد الصيني وتنشيط الاقتصاد الصيني. نعم صحيح، وأيضا نجد أن يعني اتخذت الحكومة الصينية كثيرا من التدابير، مثلا جذب بعض يعني خريجو من الجامعة يعني يعودون أو يشتغلون في أرياف لكي ارتفاع مستوى الكوادر كما ذكرت قبل قليل. نعم، وأيضا بالإضافة إلى يعني مؤتمر عمل ريف المركزي أيضا عقد في يعني فترة الماضية يعني شهر الماضية مؤتمر يعني عمل يعني مركزي لاقتصاد. فيعني في هذا المؤتمر يطلع يعني بمهمة رسم سياسات اقتصادية للصين خلال العام الجديد، فما هي أهم رسائل التي بعث بها هذا المؤتمر؟ نعم، هو يعني مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي هو يقوم برسم السياسات الاقتصادية للصين خلال العام الجديد. في النسخة الأخيرة من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي يعني دعا المؤتمر إلى تفعيل أفكار الرئيس الصيني شي جين بين بخصوص الاقتصاد الصيني في العصر الجديد، يعني لأن نعلم يعني الاشتراكية الصينية ذات خصائص. نعم، الاشتراكية ذات الخصائص الصينية دخلت عصر جديد كما أعلن الرئيس الصيني شي جين بين. فمن هنا دعا المؤتمر إلى تفعيل أفكار الرئيس الصيني شي جين بين حيال إدارة الاقتصاد الصيني، ومن أهم هذه الأفكار هو إدارة الحزب الشيوعي الصيني لدفة الاقتصاد في الصين، وأن تكون التنمية موجهة لصالح الشعب، وأيضا مواصلة إصلاح الهيكلي في جانب العرض. هذه تعتبر يعني من النقاط الأساسية في أفكار الرئيس الصيني شي جين بين حيال يعني دفع الاقتصاد الصيني. كذلك أيضا دعا إلى يعني هذا المؤتمر إلى دفع التنمية عالية الجودة، لأننا نعلم يعني كان البضائع والسلع الصينية كانت تعاني من سمعة يعني غير جيدة بخصوص أنها رخيصة جودة منخفضة ومنخفضة الجودة. يعني المؤتمر دعا إلى دفع التنمية عالية الجودة حتى يعني تتخلص السلع والبضائع الصينية والمنتجات الصينية من هذه السمعة. كذلك أيضا دعا المؤتمر إلى سياسة نقدية يعني حصيفة ومحايدة، وأيضا إلى تبني سياسة مالية نشطة، وإلى السيطرة على تدفقات المعروض النقدي في الأسواق، وكذلك إلى الحفاظ على سعر يعني معقول لسعر صرف معقول لليوان الصيني، يعني يكون سعر صرف اليوان الصيني في نطاق
نطاق معقول. كذلك أيضا دعا المؤتمر إلى درء المخاطر المالية ولا سيما الأنشطة المالية غير القانونية في السوق الصيني، لأننا نعلم أن الاقتصاد الصيني هو اقتصاد كبير، ومع تنامي هذا الاقتصاد وتوسعه ظهرت يعني بعض الظواهر السلبية في القطاع المالي مثل مصارف الظل وغيرها من المخاطر المالية التي يعني باتت يعني تهدد الاقتصاد الصيني. فمن هنا دعا هذا المؤتمر إلى درء مخاطر الاقتصاد الصيني. كذلك أيضا يعني دعا إلى وجود نظام إسكاني، هذا النظام الإسكاني يشجع على تأجير الشقق ويشجع أيضا على شراء الشقق، وأيضا هذا النظام الإسكاني يجب أن يضمن المعروض من الشقق في السوق سواء كانت للشراء أو للإيجار، وكذلك أيضا دعم المواطنين الصينيين لشراء المساكن وتأجير المساكن. أيضا من النقاط الأساسية التي تناولها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي هو مواصلة الحرب ضد الفقر في الصين. نحن نعلم أن يعني الرئيس الصيني أطلق هذه يعني الحرب ضد الفقر منذ سنوات، ويتعين بحلول عام 2020 أن تكون الصين قد تخلصت من الفقر تماما. وحتى نهاية عام 2016 الإحصاءات تشير إلى أنه لم يعد يتبقى في الصين سوى حوالي 43 مليون مواطن صيني هم الذين ما زالوا تحت مستوى الخط الوطني للفقر في الصين. فبالتالي دعا المؤتمر إلى مواصلة هذه الحرب ضد الفقر وانتشال المواطنين الصينيين من براثن الفقر. كذلك أيضا الحرب ضد التلوث ومكافحة التلوث. نحن يعني الآن هنا في بكين نلاحظ يعني نلاحظ نعم أحسن من قبل كثيرا. نعم. صحيح وأيضا السماء أصبحت زرقاء وصافية. فبالتالي يعني المؤتمر أيضا دعا إلى مواصلة الجهود في مكافحة التلوث والتخلص من وسائل التدفئة غير النظيفة واللجوء إلى يعني مصادر الطاقة النظيفة والجديدة. كل هذه تعتبر من أهم النقاط التي تناولها المؤتمر. نعم أستاذ، استقبلنا العام الجديد عام 2018 الآن كما أنه عام الأول بعد انعقاد مؤتمر الوطني 19 لحزب الشيوعي الصيني، فما هي حسب رأيكم محاور التي سيرتكز عليها الاقتصاد الصيني في عام الجديد؟ نعم طبعا الاقتصاد الصيني يعني في العام الجديد أعتقد أنه سيركز على يعني أهم النقاط التي تناولها يعني مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي. من أهم المحاور التي سيرتكز عليها الاقتصاد الصيني في العام الجديد عام 2018 هو مواصلة الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض ولا سيما على صعيد القدرات الإنتاجية الفائضة للشركات. في العام الماضي في عام 2017 استطاعت يعني الصين أن تحقق إنجازات كبيرة على صعيد تقليص القدرات الإنتاجية الفائضة. فمثلا في قطاع الفولاذ تخلصت الصين من قدرات إنتاجية فائضة تصل إلى 50 مليون طن من الفولاذ. كذلك أيضا في قطاع الفحم الصين أيضا تخلصت من قدرات إنتاجية فائضة تصل إلى 150 مليون طن في هذا القطاع قطاع الفحم. أيضا من الأمور الأخرى التي سيركز عليها الاقتصاد الصيني في عام 2018 هو مواصلة يعني العاصفة التنظيمية في الأسواق ولا سيما في السوق المالية. الصين ستواصل إصدار المزيد من اللوائح والقوانين لتنظيم عمل الأسواق وعمل القطاعات المختلفة، لأنه يعني مع توسع وتنامي الاقتصاد الصيني كما ذكرنا ظهرت بعض الأنشطة وبعض الأمور المخالفة يعني فخلال العام الماضي تكبدت الكثير من شركات التأمين وشركات الأوراق المالية وأيضا من شركات التمويل عبر الإنترنت، يعني تم فرض غرامات على كثير من هذه الشركات لمخالفتها قواعد العمل في السوق الصينية. ومن ثم الصين ستكون خلال عام 2018 بصدد إصدار المزيد من اللوائح والقوانين لتنظيم عمل الأسواق. نعم صحيح أستاذ، يعني كل هذه التدابير
كبير يعني تحدث إلى تشكيل البيئة الاستثمارية والسوقية الصحية. صحيح مدام ياسمين، نعم. وايضا الصين ايضا خلال العام الحالي عام 2018 ستواصل ايضا حربها ضد التلوث، وايضا ستواصل الاعتماد على مصادر الطاقه النظيفه، لان من ضمن الاهداف طويله الامد التي حددتها الصين لنفسها انها بحلول عام 2050 ستتحول الصين، يجب ان تتحول الصين الى بلد جميله وان تكون بلد ذات حضاره ايكولوجيه يعني متطوره. فبالتالي الصين ستواصل حربها على التلوث وستواصل أيضا إصدار القوانين التي يعني تفرض على المسؤولين الموجودين في كافة مقاطعات الصين الحفاظ على البيئة. كذلك أيضا من الأمور الأخرى هي مواصلة تنظيم سوق العقارات، لأننا نعلم يعني سوق العقارات يعني شهدت مضاربات كثيرة جدا خلال السنوات الماضية أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار المنازل صورة باهظة يعني. نعم صحيح. فمن هنا يعني الصين ستواصل يعني السيطرة على هذه السوق وستواصل تنظيم هذه السوق بشكل يعني يضمن توفير المزيد من الشقق للإسكان وللإيجار، وأيضا بشكل يوفر الدعم للمواطنين الصينيين الذين باتوا حاليا لا يستطيعون شراء شقة بسبب هذا الارتفاع الباهظ في الأسعار. كذلك أيضا من الأمور الأخرى التي سيركز عليها الاقتصاد الصيني خلال عام 2018 هو إصلاح الشركات المملوكة للدولة. نحن نعلم أن هذه الشركات تعاني من الكثير من المشاكل، فبالتالي الصين ستركز خلال عام 2018 على إصلاح عمل الشركات المملوكة للدولة، ولا سيما على صعيد ما يسمى بالملكية المختلطة. يعني الصين ستعمل على إدخال المزيد من الشركات المملوكة للدولة إلى نظام الملكية المختلطة وستعمل على تطوير هذه الشركات حتى تكون أقوى وأكبر وأفضل، وحتى تكون ذات قدرة يعني عالمية على التنافس وتكون شركات على المستوى العالمي. هذا ضمن الخطط الصينية، وأيضا ضمن ما تحدث عنه الرئيس الصيني في تقريره خلال المؤتمر الوطني 19. فأعتقد أن هذه هي أهم المحاور التي سيرتكز عليها عمل الاقتصاد الصيني في عام 2018. نعم. وأيضا يعني قبل قليل تحدثت عن يعني بعض التدابير حول قطاع العقارات، وأيضا نجد أن بعض المناطق يعني ساخنة كان من قبل كان ساخنة شهد ارتفاع كبير في هذه المناطق. يعني في فترة الأخيرة شهد يعني الأسعار مستقر. صحيح. يعني وأيضا شهد انخفاض يعني بالضبط. حول يعني قريبة من يعني مدينة بكين بعض المناطق. صحيح صحيح. نعم نعم، الجميع يتحدث عن هذا. نعم كما ذكرت مدام ياسمين. نعم هذا شيء ملحوظ جدا، والجميع يلاحظ أن هناك حاليا استقرار في أسعار المنازل، أو إذا كان حتى إذا كانت هناك زيادة في أسعار المنازل فهذه الزيادة باتت يعني طفيفة جدا. نعم. وليس بارتفاعات كبيرة كما كان ليس باهظة الآن. صحيح. نعم. وأيضا أستاذ يعني يصادف وأيضا يصادف عام 2018 ذكرى 40 يعني لانطلاق سياسة إصلاح وانفتاح في الصين، فما هي أهم المتغيرات الطارئة على هذه السياسات المحورية للصين؟ نعم يعني نعم، خلال حديثه أيضا الرئيس الصيني شي جين بين في المؤتمر الوطني 19 تحدث أنه في العام الجديد عام 2018 وبمناسبة الذكرى 40 لانطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978 على يد الرئيس الصيني دين شياوبين. فالصين خلال بمناسبة ذكرى 40 لهذه السياسة الهامة والمحورية في البلاد ستواصل الانفتاح على العالم الخارجي وستواصل فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية. الصين تضع خطة الآن لزيادة وارداتها من الدول الخارجية، لأن هناك الكثير من الدول يعني بتشكو من أن الميزان التجاري
يميل لصالح الصين بشكل كبير. الصين تعمل على تحقيق التوازن التجاري في تجارتها الخارجية مع مختلف دول العالم من خلال السماح باستيراد المزيد من الموارد من هذه البلدان. كذلك أيضا الصين تعتزم تقليص الرسوم الجمركية على بعض الواردات القادمة من الدول الأخرى حتى تسمح بدخول المزيد من الواردات من مختلف دول العالم إلى الصين وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. كذلك أيضا الصين ستسمح للمزيد من الشركات الأجنبية بالدخول إلى قطاعات كان يحظر في السابق دخول شركات أجنبية إلى مثل هذه القطاعات. أيضا الصين تعتزم توسيع صلاحية مناطق التجارة الحرة الموجودة هنا في الصين، تعتزم منح هذه المناطق صلاحيات أوسع. وكذلك أيضا الصين تبحث حاليا إنشاء ما يسمى بموانئ التجارة الحرة، فهذا سيسمح للمزيد من الأجانب والشركات الأجنبية بالاستثمار هنا في الصين وبضخ المزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد الصيني. نعم، وأيضا يعني نستطيع أن نشتري بعض أشياء يعني مستوردة من الخارج بأسعار أكثر تنافس. صحيح. يعني صحيح. بعد يعني اتخاذ تدابير لخفض جمرك. جمرك. نعم. صحيح. نعم. وأيضا أستاذ يعني في بداية السنة الجديدة ما يعني توقعات منكم لأداء الاقتصاد الصيني خلال يعني عام 2018؟ نعم، هو الاقتصاد الصيني خلال عام 2017 استطاع أن يحقق الأهداف التي يريدها بمعدلات نمو تصل إلى حوالي 6.8%. نعم. وأيضا هناك توقعات كبيرة جدا بأن الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي سيحقق يعني أيضا معدلات نمو كبيرة جدا تصل إلى حدود 6.5% خلال العام الحالي. ولكن يعني هذا التراجع يعني في خلال عام 2017 كان معدل النمو حوالي 6.8% أو 6.7%، ولكن سيكون هناك تراجع طفيف في معدلات النمو خلال عام 2018 بسبب يعني أولا أن الصين كما ذكرنا منذ قليل تشن حرب على يعني مكافحة التلوث وعلى التلوث وهكذا، فالصين هذه الحرب على التلوث تجعل الصين تقوم بإغلاق بعض المصانع وبالتخلي عن مصادر يعني للطاقة منخفضة مثل الفحم وهكذا. صحيح. طبعا هذا يؤثر على معدلات النمو. كذلك أيضا الصين تقوم حاليا بالتخلص من القدرات الإنتاجية الفائضة كما ذكرنا، هذا يؤدي أيضا إلى تقليص الإنتاج وإيقاف عمل بعض المصانع وهكذا، وهذا يؤدي أيضا إلى تراجع في معدلات النمو. كذلك أيضا الصين تعتمد يعني حاليا سياسة نقدية أقل تيسيرا، وهناك قيود على بعض السياسات الائتمانية هنا في الصين بسبب يعني حاجة الصين الملحة إلى السيطرة على معدلات الدين الحكومي التي باتت مرتفعة بشكل كبير، هذا أيضا يؤثر على معدلات النمو داخل الصين، فمن هنا سنشهد تراجع طفيف في معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2018، ولكن هذا يعني التراجع الطفيف يعني سيكون كبير جدا إذا ما قارناه يعني معدلات النمو العالمية. على الصعيد العالمي هناك توقعات بأن يصل النمو الاقتصاد العالمي في عام 2018 إلى حوالي 2.9%، هذا على الصعيد العالمي، فإذا ما قارنا هذا بنمو الاقتصاد الصيني بحوالي 6.5% فهذا يعتبر كبير جدا يعني بالنسبة للنمو العالمي. ولكن أيضا الاقتصاد الصيني خلال عام 2018 سيواجه تحديات، هذه التحديات تتمثل في يعني السياسات الحمائية التي يعني تواجهها بعض يعني أو التي تعتمدها بعض دول العالم ولا سيما الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك أيضا الحرب التي تشنها الصين أيضا كما ذكرنا على التلوث، هذا أيضا سيؤدي إلى تراجع في يعني يمثل أحد التحديات التي واجهها الاقتصاد الصيني. ولكن بشكل عام الصين ستستطيع أن تحافظ على معدلات النمو في عام 2018، وستستطيع أيضا خلال هذا العام في جذب استثمارات أجنبية من الخارج.
نعم، شكرا أستاذ الدسوقي على هذه التعليقات، وأيضا شكرا على حضوركم في برنامج الصين المال شكرا والأعمال. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، لهنا تنتهي حلقتنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء إلى حلقتنا القادمة.